بمناسبة الذكرى مرور 29 سنة يعني على وفاة كروان الأغنية الوهرانية وعميد الأغنية الوهرانية الفقيد أحمد وهبي، قامت اليوم جمعية علياء الخيرية وتحت إشراف بلدية وهران بتنظيم حفل تكريمي عرفانا لهذا الفنان الكبير وتعزيزا لمسيرته الفنية الثرية والغنية يعني التعريف. خدمنا صدير مدة قول 40 عام 40 سنة تقريبا، أنا خدمت حفلات معاه في وهران، خدمت معاه الحفلات وتسجيل في الإذاعة مبادرة هذه احنا كابونا، احنا عدينا كابونا بونا، خدمنا معاه احترام واحترمناه ونحترموه والله يرحمه ونطلبوا له الرحمه.